نعم السادة المستمعين لبرنامج نهش التريبيونال مع فتحي الهداوي على إيفام واللي نفوسه مرهيفة أنه البرنامج يمكن يتضمن وصف لوقائع صادمة ونزيد نوصيهم ما يكونوش مصحوبين بالأطفال أثناء الاستماع. نهج التريبيونال على إيفام أحلى غاديو. الدنيا مكسب وخسارة، ساعات نضحيه بحاجات باش في المقابل نكسبه حاجات أخرى، أما السؤال لشنو ينجم يوصل حجم التضحية؟ نجم تكلف روح بنادم. تخيلوا معايا طفلة بسيطة من عائلة ما في حالهاش يتحللها باب العرش وتجيها فرصة ذهبية للشهرة، سبحانه يبيتها في شان ويسبحها في شان. من طفلة ما تنجمش تكمل قرايتها، لعندها ما تاكل، لعندها ما تلبس، لفنانة معروفة مش كان في بلادها كهو، صوتها وصل للعالم، صوتها وصل للخليج وللوطن العربي الكل، وسماؤها صاحبة الصوت الملائكي. وفي المرحلة هذه بدأت الأمور تمشي ضدها شوية وبدأوا يعطلوا فيها. ما كنت تعرفوا عاد دم الواحد يمد راسه للضو ديما فما ناس تصطاد باش تحشهولو. الناس هذو عندهم قانون برك، كان ماكش معايا راك ضدي. المهم نهاية حكاية اليوم باش تستغربوا منها وتفهموا لأي درجة نجم يوصل شر بنادم. شكوني الفنانة هذه؟ شنية حكايتها؟ تبعوا معايا الحكاية من الأول. تبدأ قضيتنا في شمال باكستان وتحديدا في منطقة اسمها وادي سوات. تولدت غزالة جاويد في جام في 1988. تولدت في عائلة بسيطة من قبائل يسميوها قبائل باشتون، واللي كان معروف عليهم اللي هما مسلمين. عاشت طفولة عادية رغم اللي العائلة كانت على قدها، وهذا السبب اللي خلى غزالة ما كملتش قرايتها. المهم عائلتها من الصغرى لاحظوا اللي عندها صوت مزيان. كانت وقت اللي يتعاركوا العائلة في بعضهم غزالة تغني بصوت عالي باش تسكتهم ويسكتوا. غزالة كانت تحب الغناء برشا، وكيف فطنوا بها ولا يطلبوا منها تغني في الأعراس والمناسبات متاع العائلة. صوتها ما كانش حلو برك، كان متميز ومختلف وما يشبه حتى صوت آخر. المهم كبرت غزالة وما كانش مسهل في البيئة اللي هي تربيت فيها أنها تكمل تغني. القبيلة متاعها كانت محافظة برشا وما همش متاع الشيء هذا كما يقولوا. كيفاش واحدة منهم تطلع تغني وتتشهر؟ أما رغم هذا غزالة كبشت باش تشق طريقها للشهرة وتدخل عالم الفن، ومكانها ممها حد. حلمها تتعرف وتسافر أوروبا والعالم والناس الكل يسمعوا صوتها. واللي عاونها شوية هم عائلتها اللي كانوا معارضين رأي القبيلة متاعهم وواقفين مع بنتهم ومشجعينها باش تولي مغنية، وكانت أملهم الوحيد باش حالهم يتحسن. وهذا اللي صار. قعدت غزالة تغني حتى العام 2004. عامتها تعرفت مليح في منطقتها وفي المدن اللي بجنبها، ولات تجيها حفلات وعائلتها هي اللي منظمت لها خدمتها الكل، وهما اللي جيبوا لها الأوراق باش تصحح فيهم على خاطرها ما تعرفش لا تقرأ لا تكتب. عامتها ولو عندها برشا معجبين، وهي بيدها كانت شخصية مشرة وضحاكة وتدخل روحها، وخلاف هذا الكل كانت مزيانة.
المرحلة هذه تحسن الوضع المادي نتاع العائلة والأمور كانت ماشية حتى العام 2007 دخلوا حركة طالبان الوادي صوات وسيطروا عليها بالكامل. وأول ما تنقلوا من البلاصة بداوا يحاربوا في الموسيقيين والمغنيين، دخلوا لهم لديارهم ضربوهم ولاو يلوجوا على بلايس التجمعات والحفلات ويجموا عليها وحطوا قوانين صارمة اللي مش بش يلتزم بها يتحمل مسؤوليته. بالطبيعة غزالة وحيلتها فهموا اللي هما في خطر وكانوا مستهدفين على خاطر بنتهم معروفة مليح في المنطقة وعارفين ومتأكدين اللي كان تحت بنتهم في الطالبان مش بش يفلتوها بش يقتلوها كما صار مع واحدة من الفنانات في وادي صوت. وصلوا لها وقتلوها قدام الناس الكل باش تولي عبرة. في وقت قصير قررت العائلة باش تتنقل من المنطقة ومشيت لبلاصة اسمها بيشاور وغادي مشى في بالهم اللي هما ولاو في أمان. نقلت عائلتها من مدينة لمدينة كانت نقطة تحول في حياة غزالة. وغادي كثرت الفرص متاعها في الغناء وبوها مشى لواحد من الاستوديوات اللي في المدينة وطلب منهم يسمعوا صوتها ويعطيوها فرصة. وقت اللي سمعوها كبشوا فيها بيتيهم وساقيهم وسجلت ألبومها الأولاني وعملت مبيعات هايلة ودار اسمها بالكدا في البلاد. شهرت ولت من حفلة لحفلة من تكريم لتكريم ولت تخدم وتدخل في الخير والبركة حتى وصلت تقبض 15,000 دولار على الحفلة الواحدة. وشهرتها ما قعدتش في باكستان برك، أما وصلت للخليج وسافرت باش تعمل حفلات في دبي. وبالطبيعة حالها حال أي فنانة عندها جمهور وبرشا رجال يتمناوها. وبالطبيعة من بين الرجال هذو الناس عندهم مناصب مهمة في المجتمع. جيهانغير رجل أعمال وتاجر عقارات كبير كان مهبول بها وحطها في راسه، كان يحضر لها حفلاتها الكل وحاول يتقرب منها أما هي كانت تصده ديما. وصل حتى تقدم لها وقلها على العرس رغم اللي كان يعرف اللي هي باش ترفضه. غزالة قتله لا على خاطر فارق العمر بيناتهم برشا، هو كان عمره 50 سنة وهي عمرها 17 أكاو. دار حديث وقتها اللي هي كانت تحب راجل آخر وتحب تعرس به. جيهانغير ما سلمش وتقدم لها مرة واثنين وثلاثة واربعة. تصوروا 4 مرات يمشي باش يخطبها ما يكون كان راجل مهووس بها. غزالة تعبت منه نفسيا وقررت تعتبره واحد من الليفان متاحها اللي هتريو بها لا أكثر ولا أقل. حتى لو كان عمل لها هرس للنفسية قررت تعيش معها وما عادش تجاوبه بالكل. قررت تجاهله جملة وتحسبه ما هوش موجود وتلهات في روحها وفي حياتها وفي خدمتها وركزت على حفلاتها حتى لين جاء النهار اللي قلت لها عليه التجازة، النهار اللي بيش يتحقق فيه حلمها. كما قلت لكم عائلة غزالة هي اللي لهي بخدمتها وهما اللي ياخذوا الكونتراتوات ويتفاهموا على الفلوس ويتفاوضوا مع الشركات وهي معلها كانت صح. وفي نهار سعيد قالت لها أمها باش تمشي تغني في لندن. طارت غزالة من الفرحة، الفرصة هذه تستنى فيها لها سنين وهي جات ليديها. أعطتها أمها أوراق السفر والعقود باش تصححهم، صحت وهزت أمها الوريقات ومشت على روحها. الطفلة بدأت تحضر في غنياتها أما يا فرحة ما تمت، ما كانتش متحضرة للخبر اللي باش يقلب لها حياتها الدمار. سبق وقلت لكم اللي هي لا تعرف لا تقرأ لا تكتب. وقت اللي صحت غزالة على الأوراق ما كانتش عارفة على شنو قاعدة تصحح، ماشي في بالها صحت على الوراق متاع السفر والحفلات وهي صحت على وراق عرسها. بالليلة ونهار غزالة ولات على ذمة راجل. وشكون هو الراجل هذا بالضبط؟ كيما جاء لبالكم رجل الأعمال جيهانغير. وطلعت يا سيدي صحت على صديقة وهي ما تعرش. هبلت غزالة وحزنت مش كان من عرسها بيه أما زاد من خيانة عائلتها ليها وهما يعرفوا اللي هي ما تحبوش. وحاروا فيها من الأول باش توافق عليه أما شدت صحيح وعكستهم وقالت لا، خاصة أمها اللي كانت ترى في جيهانغير فلوس وهو اللي باش يضمن لهم مستقبلهم الكل. غزالة كيف سمعت بالحكاية حبست روحها في البيت، لا خرجها لا دخلها لا ماكلها لا شراب نهار طوله وهي تبكي.
فوق هذا الكل وقبل العرس مشيت أمها زورت لها أوراقها وزادتها عام في عمرها باش توصل للسن القانوني متاع العرس، وولات عمرها 18 في عوض 17. غزالة عرفت اللي ما عندهاش مهرب، والفاس حصل في الراس. رغم اللي حست اللي هي تغدرت وتخذلت من عائلتها، رضخت للأمر الواقع. بعد ما شدت فيها أمها صحيح، يعيش بنتي انتي صغيرة وما تعرفش مصلحتك، انا امك ونعرف ما يصلح بيك، خوذوا خوذوا كل منك العقل، راهو ما هوش باش يخليك مستحقة حتى شيء، الراجل شريك. غزالة في الاخر قبلت تقرب له، اما مش معناها اللي هي قابلت. الحاصل نهار 7 فيفري 2010 عملوا حفلة كبيرة وعرست غزالة بجهانجير. بعد العرس بدأت تحس بالخنقة على خاطر رجلها تقلب عليها 180 درجة. قول مش هو نفس الرجل اللي كان مهووس بيها وبش يموت عليها، توا معاملته ليها تبدلت ولا حاطتها في حبس. وين مشيت وين جيت؟ أكل بلاصة ما تمشي لهاش، فلان ما تكلموش. النهار وطول وهي في الدار. من بعد طلع لها طلعة جديدة وقال لها بطل الغناء ومنحها باش تغني في الحفلات. غزالة صبرت، أما بعد ما ولى رجلها جهانجير يغيب على الدار بالليمات والشهور، وكيف ضربها الشك فيه بربشت وراه وفقت بحاجة ما كانتش تتصورها. آخر توقعاتها يطلع رجلها معرس وعنده 6 صغار، يعني هي المرة الثانية، ومش هذا سبب غيابه الوحيد. الرجل كانت عنده برشا علاقات غرامية شليلة ومليلة، وحتى لو كان جاي يمشي لمرته وولاده كان يعدي الوقت الكل في الغراميات متاعه. غزالة بدأت تغلي بينها وبين روحها، حتى لين طفطف الهم على قلبها وقررت تهرب. توليز يقدموها ومعرس وعنده 6 صغار ومعرسة بيب السيف، وزيد خانقها ومنحها من الغناء ويغرم في زمانه وحده. ما عادش حامل الدار وما عادش حامل عيشتها، وين باش تمشي؟ رجعت لدارهم، أما دارهم ما عندهمش رجوع في عاداتهم. عندهم المرأة لازمها تشد رجلها مهما عمل ومهما قال ومهما صار، وهذه عادة من قديم الزمان. عيب كبير لو كان بنتهم ترجع لدار بوها ورجعوها هما من غدوة لدار رجلها جهانجير. هو حاول يرضيها ووعدها اللي هو باش يتلهى بها أكثر، أما كلام الليل مدهوم بالزبدة، يطلع الصباح يذوب. رجع السيد بعد أيامات لحادته القديمة، يغيب بالعشرة والخمستاشر يوم على الدار وما تعرفش عليه فانا ورقة نابت. كان يمارس عليها في هرسلة نفسية، يعمل فيها كأني سلحة شريها بفلوسه، لازم السمع والطاعة وكلمة لا ما تخرج من فمها. اللي كان واجهها أكثر من هذا الكل هي أنها ممنوعة من الغناء، وهذا تقريبا المشكل الأساسي وقت اللي فنانة تحرس. هي نفس مشكلة رجال الأعمال اللي ياخذوا الفنانات، يمشي في بالهم اللي مدام هو ينجم يززيها وما يخليهاش ناقصة حتى شيء يلزمها تبطل الفن، ويغزر روحه كراجل مرته تغني في السهرات والحفلات. المشكل اللي يلزمها ترضى بالأمر الواقع على خاطره مفروض عليها، وإذا ما ترضاش هذا شنو يصير لها؟ غزالة نزلت على روحها برشا باش تعدي المشاكل، أما ما نجمتش تكمل تعيش هكاكا. قعد لها حل وحيد، تمشي للمحكمة وتطبع ثنية القانون ورفعت قضية في الطلاق. طلقت عام 2011. بالطبيعة في البيئة اللي نحكيه عليها وفي الأوساط المحافظة ما يجيش طفلة تطلب الطلاق، وحد ما كان متوقع للمحكمة باش تحكم لصالح غزالة بالطلاق، كانوا متأكدين اللي هما باش يرفضوه. حتى رجلها وقت اللي سمع اللي هي مشيت للمحكمة باش تطلق استهزأ بالحكاية وقال تو ترجع كذليلة، وكان له كف كبير برشا وإهانة عمره ما حسها في حياته. من الجهة الأخرى غزالة ولت حرة،
وحست روحها خفيفة وكان يغمى وتنحات من على قلبها ورجعت لحياتها العادية. رجعت لفنها بقوة وبرشة طاقة وحماس. بعد ما طلقت ولات مشهورة أكثر وأخبارها دارت مليح بين الناس، خصوصا أنه هي اللي طلقت رجلها ومش هو اللي طلقها. جيهانجير طليقها ما كانش قابل الوضعية وحس اللي غزالة هانته قدام الناس وما همش شوية. آلاف يتبعوا فيها وآلاف يعرفوا اللي هي طلقته، وحتى بعد الطلاق حب يرضيها وساقية حفاته وهو يجري في جرتها رغم اللي هو حاسس اللي طيحت له قدره، أما باقي يحب يرجعها. مشال دارهم يلحلح بيهم باش غزالة ترجع له. وصل قال لها نرجع نعرسه ونخليك تغني ونعاونك بالفلوس. غزالة ما عطتوش الجنب وقالت له لا، هذا الرجوع أنساه، نجوم السماء أقرب. ومن غادي قرر جيهانجير يبدل الطريقة ولا يهرسل فيها وفي عائلتها، وفي الأخر تلزت تجاوب على تليفوناته وحاولت تهديه من غير ما ترجع له، وبالفعل خف عليها شوية رغم اللي هي تعرف اللي هو مهووس بيها وما هوش باش يفك عليها. وحتى كيف هداه مش معناتها باش ينحي فكرة الرجوع من راسه. في الفترة هذيك الجماعات المتشددة تستهدف الفنانين في واد سوات وأكثر من فنان تعدم، ونهار بعد نهار سلطتهم ونفوذهم يزيدوا. وغزالة ماشي في بالها اللي هي وعائلتها في أمان مدام نقلوا من المدينة. ١٨ جوان ٢٠١٢ نهار عادي كما نهارت الكل، مشات غزالة هي واختها للحجامة، وكي جاو خارجين لبوهم اللي يستنى فيهم البرة هاجموهم زوز من الناس مسلحين وضربوا غزالة بسبع رصاصات في جرة بعضهم في صدرها وكرشها، وبوها تضرب بثلاث رصاصات في راسه، وأختها اللي اسمها فرحات ضربت زادة أما منعت من الموت. غزالة وبوها ماتوا على البلاصة في نفس اللحظة. فرحات تشوف فيهم يموتوا قدام عينيها وما هيش منجمة تعمل شيء. تقلبت الدنيا بعد الحادثة هذه وهبطت العناوين في الجرائد والمجلات والإذاعات والتلفز والإنترنت، حادثة اغتيال الفنانة غزالة وبوها، ضحايا أخرين لإحدى الجماعات المتشددة. الخبر في سعدار وحير برشا غش عند جمهور غزالة. الفنانة المحبوبة صاحبة الصوت الملائكي والوجه الجميل، مرأة مزيانة ومحبة للدنيا، ماتت في رمشتعين، وحتى حد ما كان يتوقع اللي هي باش تموت بالطريقة هذه. بتبعت الحال أختها الشاهدة الأولى في الحكاية، بعد ما برات ندولها البوليسية وما طولش برشا البحث باش اكتشفوا المجرمين شكون. وقت اللي كانت غزالة تحكي مع جيهانجير ومشى في بالها اللي هداه وما عادش باش يقلقها كيما قبل، هي كانت تقول له وين ماشية وين جاية ومع شكون. صغيرة وعقلها صغير وما كانتش عارفة شنو وراء التواصل بينها وبين طليقها، رغم اللي أمها حذرتها برشا مرات وقالت لها رد بالك راهو ينجم يعمل لك بعض العمايل، ما عادش تقول له وين تمشي وين تجي. وغزالة المسكينة كان ماشي في بالها اللي على خاطر يحبها مستحيل يضرها، وهذه كانت غلطتها الكبيرة. وقالت لأمها خلينا نقول له على الأقل وين نمشي وين نجي باش يمشي في باله اللي احنا مع بعضنا ومانيش باش نبعد عليه أو كي يسكت علينا شوية. أما اللي صار العكس تماما. نهارتها وقت اللي هي مع أختها وبوها قربت كهربة كحلة للمحل وقعدت تدور في البلاصة، ثبت بوها في الكهربة طلع جيهانجير طليقة هو اللي سوق، كلم مرته على البلاصة وقال له راهو السيد يدور بحذنا في كهربته، قالت له راهو ناوي على الخايب خرجها وروحوا في ساعة. البو كلم غزالة وقال لها اخرج توا باش نروحوا. خرجت كي المهبولة تجري ونسات ساكا في الحجامة، رجعت فرحات اختها باش تجيبه، ووقتها سمعت صوت الكرتوش وهي الداخل، خرجت تجري ورات بوها واختها في هاك المنظر، وضربت هي زادة بالرصاص. هزت راسها تثبت في الكهرباء شافت جيهانجير هو ولد عمه اقبال، ووقتها فهمت كل شيء. السيد كان يهدد في غزالة اللي هو باش يقتل عائلتها الكل ومن بعد باش يقتلها هي، كان رفضت ترجع له وهذا كان الهدف متاعه من انه يقعد باتصال بها، وهي سهلت عليه الجريمة وكانت فريسة سهلة. السيد مقبلش اللي هي تطلقه وقرر ينتقم منها ومن عائلتها.
بعد ما نفذ جريمته اختفى لمدة شهرين. أما نهار 29 أوت 2012 شدوه البوليسية، الأدلة الكل كانت ضده. وقف قدام القاضي في 16 ديسمبر 2013 وتحكم عليه بالإعدام. بعد ما صدر الحكم حاول جهانجير يتواصل مع عائلة غزالة باش يسامحوه، وعرض عليهم برشا فلوس، وخاصة أمها اللي قالها نعطيك اللي تحب، المهم سامحوني. ركز مع أمها أكثر على خاطر يعرف اللي هي مادية وتحب الفلوس، وكان متأكد اللي هي باش توافق، وهذا اللي صار. بعد مدة هو يحاول قبلت أمها مبلغ كبير وتنازلت، وعد جهانجير مدة في الحبس وخرج بعد ما طيح زوز رواح. هو توا حر طليق يعيش في حياته بصفة عادية. ما ننساوش اللي الصحافة حكيت على أساس عناصر متشدة هما اللي قتلوا غزالة وبوها ومش طليقها، ومشيت الحكاية هكاكة، يعني السيد خرج من الحبس صابون ونظيف. أما أم غزالة باعت بنتها مرتين وهي حية كيف عطوها له، وغشتها في صداقها وخليتها تصحح عليه من غير ما تعرف، وبعتها وهي ميتة وقت اللي سامحت في حقها واخذت فلوس باش تتنازل عليه. غزالة مشات ضحية طمع أمها واستغلال عائلتها لها. ما نعرفش كان في بينهم اللي هما يدمروا فيها ولا لا، ولا هما يعملوا فيها على أساس أنها مصدر متاع فلوس، ولا كانوا يتصرفوا على أساس اللي هما أدرى بمصلحتها ما همش قاعدين يضروا فيها. كالعادة آخر حاجة يهتموا بها الوالدين في أوساط معينة هي نفسية أولادهم. الشيء اللي تعمل بالغصب عمره ما يطمر. قضية اليوم من برنامج نهج التريبيونال، نص ياسمين بن نور.